النادي المصري في مفاوضات مع الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم نادي الزمالك لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال للنادي البورسعيدي في الموسم الجديد. وأعلن نادي الزمالك تواجد إيمانويل مايوكا ضمن قائمة اللاعبين الراحلين في الموسم الحالي بجانب إسلام جمال وأحمد جعفر وعلي فتحي وستانلي ومصطفى فتحي. وفتح مسؤول المصري قنوات اتصال مع مايوكا لمعرفة إمكانية ضمه في الموسم الجديد. وبدأ المهاجم الزامبي في التفكير بجدية بقبول العرض بعدما كان ينوي الرحيل عن مصر نهائيا عقب انتهاء تجربته مع نادي الزمالك.